بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. رجاء الرجاء 18 شغلة سويها الخاطر نفسك، 18 أمر شيء افعله لأجل نفسك كي يرتاح قلبك ويهدأ بالك وتنتعش وتعيش حياة هادئة مستقرة، فيها منفعة، فيها هدوء، فيها السعادة، فيها استقرار. متى تفكر بنفسك وأهل البيت عليهم السلام؟ والله سبحانه وتعالى أيضا يقول بأن لنفسك عليك حق، لا تنسى نصيبك من الدنيا، نصيبك أنت من الدنيا. هذه الأمور تجعلك سعيدا. 18 شغلة. أولا رافق أشخاصا يحبونك ويهتمون لأمرك، هذا الأمر جدا مهم. بمجرد أن تعرف أن فلان بدأ لا يحبك، فلان يتعالى عليك، فلان يراك دونه، لا تسعى بقدمك لمن يراك دونه فيحتقرك كما يقول الإمام علي عليه السلام، فاجعل انقطاعك عنه مقابل كبرياء، إن عزة النفس تضاهي حياة الملوك. ثانيا، ابدأ بمواجهة مشكلاتك. أي مشكلة لديك ابدأ بمواجهتها، كلش كافي بعد تخفيها. لديك مشكلة مع زوجتك، مشكلة بتصرفاتها، مشكلة بملابسها، مشكلة بطبخها، مشكلة في كلامها، واجه المشكلة، اخبرها بالأمر. مشكلة مع زميل، مع صديق، مع الأهل، مع الجيران، مع الأولاد، اخبرهم، واجه هذه المشكلات التي تأخذ من صحتك وتأخذ من عافيتك ومن شبابك أيضا، يكفي. ثالثا، كن صادقا مع ذاتك. رجاء كن صادقا مع ذاتك، يعني بمعنى لا تنظر عاليا فوق إمكانياتك ولا تستخف بإمكانياتك فتبقى دائما في الأسفل. عليك أن تعرف أين أنت بالضبط، ما هي قدراتك، ما هي إمكانياتك. الإمام علي عليه السلام يقول لكميل: يا كميل، أنت تحتاج في كل خطوة إلى معرفة، أي بمعنى قبل أن تخطو هذه الخطوة تعرف إمكانياتك، قدراتك، هل تستطيع أو لا تستطيع. فلا تظلم إمكانياتك من جانب وتجعل نفسك دائما في الأسفل، ولا تعظم إمكانياتك فوق طاقتك فتخسر كل شيء. كن صادقا مع ذاتك، عندما أعرف إمكانياتي سوف يكون النجاح نصيبي 100%. كذلك رابعا، اجعل لسعادتك الأولوية. كيف؟ هناك بعض الأمور عندما تقوم بها أنت ترتاح شخصيا، رجاء لا تتنازل عنها أبدا. مثلا أنت كرب أسرة، نعم، من الصباح الباكر للمساء بالك عند الزوجة والعيال، كيف تأتي لهم بالطعام، كيف تعمل، كيف تساعد فلان، كيف تنجز هذا الأمر، ولكن لديك حب مثلا للقراءة، لديك حب للعبة رياضية، لديك، لا تتنازل عنها أبدا. هذه الأشياء السعيدة التي أنت تقوم بها ولو كانت بسيطة هي التي تمدك بالطاقة اليومية لتؤدي جميع الأعمال البقية. بمجرد أن تتنازل عنها سوف يكون يومك بائس وتعيس. كذلك خامسا، تصرف بطبيعتك وكن فخورا لما أنت عليه. الله سبحانه وتعالى لا يحب المتكلفين أمام الناس، الذي لا يتصرف بطبيعته، لا يتصرف بسجيته، وإنما يتكلف ويحاول أن يظهر شيء هو خلاف ما هو عليه. لذلك هذا ليس بالخصلة الجيدة، ليس من أخلاق المؤمن، لأن مثل هكذا شخص سوف لابد أن يفضح في زلة من زلات لسانه، أو في تعبير من تعابير وجهه، أو في موقف من المواقف، وإذا بك تخسر مودة الآخرين واحترام الآخرين يعني لك. لذلك كن دائما على طبيعتك ولا تهتم أبدا إن مدحوك الناس أو أن ذموك الناس. إذا كان في يدك لؤلؤة كما يقول الإمام الباقر عليه السلام، فما همك لو يقول الناس بأنها جوزة، وإذا كان في يدك جوزة فما
يعني نفع ذلك إذا يقولون بأنها لؤلؤة. كن صادقا وكن طبيعيا بالتصرف. عش لحظتك الحالية. دائما الإمام علي عليه السلام يقول لا تفكر في أمس فقد ذهب، ولا تفكر في غد فهو بيد الله عز وجل، ولكن عش يومك، أنت مسؤول الآن عن يومك فقط. إن ندمت على شيء يوم أمس حاول أن تصلحه اليوم، وإن أردت شيئا يوم غد فتوكل على الله سبحانه وتعالى. الأمر السابع، تعلم من أخطائك وتحكم فيها واجعلها دوما تحت سيطرتك. الإنسان ليس بمعصوم، اترك هذه الفكرة من بالك. كل ابن آدم خطأ، ولكن خير الخطائين المستغفرون التوابون، لذلك الذين يستفيدون من أخطائهم. لا تجلد نفسك أكثر من اللازم. أخطأت، أعتذر لفلان. أخطأت مع الله، أستغفر وأبدأ بصفحة جديدة. كذلك قم بحب ذاتك وقدم لها الاحترام. مع الأسف كثير من الناس لا يحترمون ذواتهم، لا يحترمون أنفسهم، حتى إن الله لا يرضى بذلك، لأن يحرم على المؤمن إذلال نفسه، فهو يذل نفسه ويرى نفسه لا قيمة لها، ولذلك يقبل أن يتنمر عليه وأن يهان وأن يقلل من شأنه، أي بمعنى لا يجعل لنفسه كرامة، وهذا ليس بصحيح. اعتز بنفسك، اجعل لها قيمة. إذا لم تجعل لها قيمة لن يجعل الناس لك قيمة أبدا، لا تتصور ذلك أبدا. كذلك الأمر التاسع، ارضى بما لديك واستمتع به. يعني بمعنى القناعة الذي هو كنز لا يفنى. اقنع بما لديك، اشكر الله سبحانه وتعالى على ما عندك، احمد الله سبحانه وتعالى على ما عندك، فإذا ما شكرت وحمدت وقنعت فتوقع الزيادة لا محالة منك في كل مجال. بمجرد أن تقنع بما لديك فالله سبحانه وتعالى يعطيك الزيادة ويوعدك بالزيادة ويفي لك بالزيادة. كذلك كن يعني التغيير الذي تريد أن تراه في العالم، يعني بمعنى قدر الإمكان إذا رأيت قضية سلبية في جيراني، في الشارع الذي أسكن فيه، في المنطقة التي أسكن فيها، وأقول أتمنى بأن يتغير الناس كذا، ابدأ أنت بالتغيير. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، على الأقل غير على قدر نفسك وبيتك، فالله سبحانه وتعالى يرحمك، والله سبحانه وتعالى يجعل لك نقلة نوعية في حياتك. لا تقول فقط متى الدولة تفعل كذا ومتى فلان يفعل كذا، ابدأ بنفسك وانهيها عن غيها، وحاول أن تبدأ أنت بالتغيير، فالله يغير حالك ولو المجتمع كلما يتغير. كذلك في الأمر الحادي عشر، حاول أن تمنح أفكارك الفرصة لتصبح حقيقة بالتوكل على الله عز وجل. أحلامك، طموحاتك، لا تقل هذا مستحيل والله موجود، لا تقل هذا مستحيل وصاحب الزمان موجود. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وصاحب الزمان هو الواسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. أي حلم في بالك، أي طموح في بالك، توكل فيه على الله، اسعى والباقي على الله عز وجل، وعلى قدر النية تكون من الله العطية. وعندما تحسن الظن بالله فإن الله عند حسن ظنك ويسخر لك الأمور فوق ما تتصور. فكل حلم مع الله يكون حقيقة، كل حلم وطموح من دون الله لا يتحول حقيقة. كذلك استمع لصوتك الداخلي، تحدث بما تريد، بمعنى بأن لدينا النبي الداخلي كما يسمى العقل، يعني كما يسمي العلماء والأنبياء، لدينا عاقل، فاستمع لصوته وانظر لنفسك ماذا تريد من هذه الدنيا وماذا تريد من الآخرة. اعرف نفسك تعرف ربك، اعرف نفسك تعرف نبيك وإمامك، اعرف نفسك تعرف ماذا تريد وإلى أين تريد، وتعرف إمكانياتك وماذا وكيف تصل إليها. لذلك حاول أن تسمع لنفسك وأن تعرف نفسك وحجمك لكي تصل إلى طموحاتك. كذلك تنافس مع ذاتك، لأن التنافس مع الآخرين مضيعة للوقت. في بعض الأحيان عليك أن تنافس قدراتك أنت، إمكانياتك أنت، تنافس نفسك للوصول إلى هذا الهدف. يعني عندما تنافس الآخرين، وهذه القضية المشهورة، قم بمنافسة الآخرين وإلى غير ذلك، إنما أنت يعني تضع نفسك في محكات مع الآخرين، ربما تقوم بحسدهم في بعض الأحيان، ربما تكيد
لهم في بعض الأحيان، ربما لا تتمنى لهم الخير في بعض الأحيان، فهذا ليس بالشيء الجيد. هذه الفكرة السائدة، عليك أن تتنافس مع الآخرين. لا لا، وإنما أن تتنافس مع نفسك، حاول أن تصل إلى الغاية والطموح الذي أنت تريده. نعم، استفد من تجارب الآخرين واجعل بعض الآخرين قدوة لك في الوصول إلى هذا الشيء، ولكن تنافس، نعم التنافس على الآخرة. حتى الله سبحانه وتعالى في مضامين الآيات عندما قال وعلى ذلك فليتنافس المتنافسون، أي بمعنى يتنافسون مع أنفسهم، يتنافسون مع أهوائهم كيف يغلبونها وليس مع الآخرين، يعني بمعنى بأنك لا تهتم لأمر الآخرين، لا تهتم، إن وصل هو قد استفاد، ماذا استفدت أنت؟ لا تجعل فلان شمع لك في الطريق إلا الله وأهل البيت عليهم السلام طبعا والعلماء، أما ما عدا ذلك لا تجعله شمع في طريقك، ينطفئ في أي لحظة وسوف تضيع أو تنصدم أو تتراجع أو إنك لا تستطيع أن تلحق به فتشعر أيضا بالإحباط. نافس نفسك، نافس نفسك. كذلك اجعل الأوقات الصعبة هي مصدر التوكل على الله عز وجل. الإمام الرضا عليه السلام يقول فإذا ما وقعتم في شديدة فاستعينوا بنا، ما خاب من تمسك بكم أمن أمن لجأ إليكم. عليك فورا أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. دائما الأوقات الصعبة هي أوقات التوكل على الله عز وجل، لا يعني تعطي لنفسك فرصة بأن تحاول أنت أن تقوم بحلها أو تعتمد على فلان وعلان، فورا توجه إلى الله ثم إلى أهل البيت عليهم السلام، وأهل البيت هم الذين يعطونك الأفكار ويعطونك ويسخرون لك الأشخاص الذين سوف يخرجونك من هذه الأوقات الصعبة. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كذلك في النصيحة 15 كما يقول علماؤنا الأعلام، كن متسامحا مع ذاتك والآخرين. قدر الإمكان الإنسان عندما يخطئ، عندما يذنب، يحاول أن يسامح نفسه، ولكن السماح بمعنى الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. هذه عبارة بأني أنا كثير الذنوب فإذن أنا إلى النار، فلان قد أخطأ بحقي، فلان قد أخطأ إلى غير ذلك فهو إذن إلى النار. ليس لك حق أن تحكم على نفسك ولا على الآخرين، أمر النار والجنة عند الله عز وجل. ما عليك إلا إذا أخطأت أن تسامح نفسك بالاستغفار، تساعد نفسك في مسألة التوبة والرجوع إلى الله، وكذلك أن تعطي فرصة للآخرين أن يرجعوا إلى الله أو أن يرجعوا إليك إذا ما اعتذروا إليك. في النقطة 16، استمتع باللحظات الجميلة البسيطة. مشكلتنا أيها الأحبة بأنه أنا أريد أن أملك هذا الشيء، وعندما أملكه ما هو يوم أو يومين وذهبت سعادته، ذهبت فرحة الحصول عليه، فورا أضع لي نقطة ثانية أريد أن أصل إليها. فإذا بي أنا لا أسعد في أي لحظة من لحظات حياتي، مجرد أركض ركض الوحوش فقط. استمتع يا أخي، استمتع بالذي حصلت عليه، خذ يعني وقتك الكافي في السعادة فيما حصلت عليه، خذ وقتك الكافي من السعادة في الراحة في الاستئناس في الذي قد وصلت إليه، ثم انتقل إلى طموح آخر أو انتقل إلى فكرة أخرى. وهذه مشكلة كثير من الناس لا يعملونها. مساعدة الآخرين وتشجيعهم يجعلانك محبوبا عند الله سبحانه وتعالى وبين الناس. يا أخي دائما كن متفائلا، وكن للآخرين أيضا مصدر تفاؤل. لا ينظرون إليك بأنك دائما يعني حجر عثرة في طموحاتهم، دائما أنت تكسر أجنحتهم، دائما أنت تكسر طموحاتهم. لذلك الإمام الصادق عليه السلام قال من كسر إيمان مؤمن، من كسر طموح مؤمن، من كسر يعني عزيمة مؤمن، كان عليه لزاما أن يجبره، لزاما لزاما، وإلا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحاسبك إذا كسرت إيمان مؤمن، طموح مؤمن، شخصية مؤمن، كان لزاما عليك جبره، ليس فقط أن تكسره وتعوفه. لذلك قم دائما بتشجيع الآخرين وكن مصدر تشجيع للآخرين، يحبك الله ويحبك رسوله وأهل البيت عليهم السلام والناس. كذلك اقبل التحديات وكن مستعدا دائما لها بالثقة بالله سبحانه وتعالى. ليس هناك كبير أمام الله أكبر، ليس هناك تحدي عظيم أمام الله العلي العظيم. كل شيء يأتي إليك من بلاء الدنيا، من صعوبات الدنيا إلى غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى قادر
أن يدفعها عنك لمح بالبصر. لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بإذن الله، ولو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بإذن الله. فإذا هذه الأمور 18 رجاء سويها لنفسك كي تعيش حالة استقرار داخلي، تعيش حالة الهناء والسعادة مع قلبك مع عقلك، وسوف تكون مصدرا جيدا لعائلتك وشمعة منيرة للآخرين. أينما تحل سوف تحل معك البركة والخير وإلى غير ذلك. برنامج صباحات والأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.